برعاية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس المجلس الرئاسي، نظمت دائرة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي حلقة نقاشية بعنوان الميثاق الوطني. راعت الأمانة العامة المتمثلة في إدارة الدراسات والبحوث حلقة نقاشية حول الميثاق الوطني الجنوبي، من خلاله تطرق الحضور وهم نخبة من الأكاديميين والسياسيين والاقتصاديين وذوي الخبرات ومن عاش المراحل السابقة. هذا الميثاق هو سيعبر عن مستقبل هذا الأمة، عن مستقبل شعب الجنوب، سيعبر عن النظام السياسي القادم الذي ينشده شعب الجنوب، ويعبر أيضا عن كل العدالة الاجتماعية القادمة لشعب الجنوب أكان فردية أو جماعية. الحلقة ضمت عددا من الأكاديميين والسياسيين وقادة الرأي وفريق الحوار الجنوبي، وتم خلالها مناقشة الأفكار والرؤى لشكل ومفهوم بناء الدولة الجنوبية على أسس عدة أهمها المشاركة والمصالحة الوطنية والمواطنة المتساوية وضمان الحقوق والحريات. اجتمعت اللجنة المعنية بالحوار مع دائرة البحوث في الأمانة العامة بالمجلس الانتقالي، وتم دعوتنا ضمن نخبة معينة من أجل التشاور حول وضع أسس معينة أو وضع خطوط عريضة لمسودة أو للميثاق الوطني المزمع بإذن الله تعالى إخراجه في الفترة القريبة. أي عملية بناء لأي وطن لابد أن تشمل أساسيات اتجاه الدستور، تشمل شكل الدولة، تشمل تفاصيل وحيثيات لا أستطيع أن أوجزها الآن في هذه الثواني. طبعا هذا اللقاء يحضره عدد كبير من السياسيين ومن المثقفين والأكاديميين وباحثين وأصحاب خبرة ومعرفة ليدلوا برأيهم ويساهموا في النقاش الدائر الآن حول الميثاق الوطني الجنوبي. المشاركون شددوا على ضرورة تكثيف الجهود لوضع مضامين ومفردات تؤسس لمرحلة جديدة ونظام سياسي جنوبي يسهم الجميع في بنائه لضمان مستقبل وشكل الدولة المقبل. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق، عدن.